المنجزات الجديدة هو تدعيم المنجزات. كما لاحظتوا أن اللوحات تعبر عن العمل الشرطي وعلى التدخلات وعلى التحديات، يعني هناك تطور الجريمة ولكن هناك تطور كذلك يومي في العمل الشرطي، ومن انطلاقا من التكوين وانتهاء بالعمل اليومي ديال الشرطة. فمن خلال اللوحات اللي استعرضته هو العمل اليومي ديال الشرطة، هناك فرق متخصصة وهناك العمل اليومي المبني على تطبيق استراتيجية المديرية العامة الوطني، وهي نحن في خدمة الشعب. نعم هما فرق جديدة تأسست في مدن كما أسلفتم الذكر. هذه المدن اللي كانت كتعرف واحد التنامي ديال الجريمة، وللتصدي لهذه الجريمة كانت المبادرة وتأسست هذه الفرق الخاصة لتدعيم محاربة الجريمة بهذه المدن، وسيتم تعميمها كما سبق الذكر في الكلمة ديال السيد مدير المعهد الملكي، السيد مدير العام الوطني التي أتلاها السيد مدير المعهد الملكي للشرطة، واللي كيهضر على أن هذه الفرق يتم تعميمها على المستوى الوطني. هو كيتسمى الزي ديال الغالا، هو زي سيتم تعميمه على جميع موظفي الامن الوطني من اجل الحضور في المناسبات الى غير ذلك. هو زي جديد ينضاف الى مجموعه لتدعيم العنصر البشري من خلال الزي. كما لاحظتوا ان في السنين الاخيره كان هناك زي جديد، زي صيفي وزي شتوي، كذلك بالنسبه للمناسبات وهناك النسخه ديال الزي الصيفي والزي الشتوي. وهناك في حقيقة بزاف المسائل اللي ضافت هذه السنة. كما كتعرفوا بالنسبة لنا هذه الذكرى 63 هي واحد المحطة اللي كنحاولوا نشوفوا شنو درنا وكنشوفوا شنو غادي نديروا إن شاء الله بالنسبة للسنة القادمة. فكما شفتوا في العروض اللي تعرضت اليوم كاين الزي الجديد اللي هو لا توني دو غالا اللي هو زي جديد بمواصفات عالمية. هناك أيضا لاباك وفرقة لابريغاد أنتيغونغ اللي هي تخلقت لمحاربة الجريمة، وكما شفتوا راها كاينه دابا في محاربه العصابات، كاينه في مدينه سلا في الرباط وفاس، وان شاء الله غادي تعمم على 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 المغرب كامل. طبعا يعني المراه، يعني بغيت نقول لكم بان في المديريه العامه للامن الوطني يعني ماشي المراه ولا الراجل هو اللي هو المهم، اللي كيهمنا هو الكفاءه. يعني ما دمت كنت راجل او امراه او عندك الكفاءه راه كتوصل. وكما لاحظتوا في العروض اللي دارت اليوم هناك يعني المراه حاضره في ترويض الكلاب، هذه جديد هذه السنه لان اول مره كيدخلوا عندنا نساء اللي هما مكلفين بترويض الكلاب. هناك ايضا في فريق التدخل لا بالنسبه للحمايه المقربه ولا بالنسبه لي زوتر ولا بالنسبه للمسائل الاخرى. يعني المراه في الامن الحمد لله دابا عندها واحد المكانه، يعني لا فرق بينها وبين الرجل كما قلت، فهي الكفاءه. يعني على الصعيد المركزي كنلقاو المراه يعني حاضره في جميع في بعض الرتب المسؤوليه. فمثلا هناك يعني مسؤولات في ديوان سيد المدير العام للامن الوطني، مسؤولات على قطب تقني او على قطب التعاون الدولي، هناك ايضا مسؤولات في مديريات اخرى على بعض المسائل كمسؤوله على فرقه الاحداث والعنف ضد المراه. هناك ايضا كنلقوا المراه حاضره بقوه في المناصب المسؤوليه على الصعيد الجهوي، فكاين نساء اللي هما كيتولوا مناصب ديال الرئيسة في دوائر الشرطة، في فرقة التحريات، في فرقة في الدراجي في الدراجيات. هناك أيضا نساء كما قلت سبق لي وقلت في ترويض الكلاب. يعني المرأة حاضرة وكتثبت وجودها، وكنظن أنك لاحظتوا في هذه العروض اللي شفتوا اليوم معنا، والحمد لله هي ديما المديرية العامة للأمن الوطني كتشجع النساء باش يعطيو أكثر وأكثر وأكثر، والحمد لله زعما كما كنقولوا النتائج هما هنايا، والمرأة تبتدتها بحالها بحال الزميل ديالها الرجل في سلك الشرطة. يعني احنا بالنسبة لنا هذا عيد، ولكن كما لاحظتوا كنترحموا على شهداء الواجب لنا، ما يمكنناش نحتفلوا بلا ما نرجعوا للذاكره ديالنا ونقراوا الفاتحه على ارواح شهداء الواجب اللي ضحوا من اجل هذا الوطن وحمايه الوطن والمواطنين. والمديريه العامه للامن الوطني كتحرص حرصا شديدا على هذا التكريم في كل مناسبه كتقوم بها، وكذلك كتعرض على العائلات ديال شهداء الواجب باش يحضروا معنا باش يعيشوا معنا هذا الحفل هذا، لانه هو في الاخير هو حفل عائلي. يعني احنا هنا عائله وحده كنتقاسموا بزاف المسائل، كنعيشوا مع بعضنا بزاف المسائل، وهذا الشيء كيجمعنا والحمد لله.